هذه من أجل الجمهورية الحاكم. كل ذلك مع ضيفة حلقة هذا المساء برنامج المشهد، الأستاذة فاطمة بنت خطري، نائب رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الوزيرة السابقة والقيادية بحزب عادل. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا جولة تحسيس جديدة للمنتدى ببعض مدن الداخل خصوصا الشرق الموريتاني، بداية في أي سياق تأتي وما أهدافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة. قرر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن يقوم بجولة منذ فترة، لعلمكم ولعلم المشاهد أنها لم تكن نتيجة للتزامن مع حملة حزب الاتحاد، لأنها كانت مبرمجة من قبل. وهدف هذه الجولة هو القرب، الاطلاع على أوضاع المواطنين ومؤازرتهم في هذه السنة اللي احنا من بدايتها عارفين على انها سنة صعبة وعلى انها يعاني فيها المواطنون، خاصة المواطنون في المناطق الشرقية اللي يعتمدون، والله في الداخل قاعد بشكل عام يعتمدون في حياتهم على المواشي وعلى رحمة الطبيعة بشكل عام، ونعتبر ان السنة سنة صعبة تطلب من المهتمين بالشأن العام على أنهم يآزروا ويوقفوا مع المواطنين. والمنتدى قرر هذه الجولة من أجل مؤازرة المواطنين والوقوف معهم في الأوضاع الصعبة، وإطلاعهم أيضا على ما يجري في البلد من الأوضاع اللي تجري في البلد بشكل عام. لكن في ظل يعني الوضع الصعب كما تصفونه في المنتدى، يعني ما الذي ستقدمونه لهؤلاء؟ هذا السؤال كثيرا ما يطرحه وينطرح، ماذا سنقدم للمواطنين بالداخل؟ نختار هون لأن بس خطابي مجرد المؤازرة؟ على أن نتكلم المواطنين بشكل عام ونتكلم المواطنين في الداخل، على أن نختار المواطن والمشاهد يعرف ما بيد المعارضة واللي تقدر تقدم، وما بيد الطرف الآخر يطلب منه، لا نعدل الخلط في الأوراق. المعارضة ما هي حاكمة، ما عندها الأموال، ما تسير أموال البلد. المعارضة عندها رأي وعندها على أنها تفضح السياسات الفاشلة للنظام، وتطلع المواطنين على أن تعامل النظام معه ليس في المستوى اللي يجب أنه يتعامل معه به، وعنه أن يعيش أيضا كارثة توقف معه فيها. وقوفها معه هو وقوف، هي اللي بيد هذا هو اللي بيدها على انها توقف معاه في اللحظه الصعبه، وتبين له على واقعه انه نتيجه التجاهل وسوء تسيير النظام القائم لمقدرات البلد الكبيره والهائله. واللي نختار بالمناسبه نقول للمواطنين على ان الدوله رصدت 41 مليار من اجل مواجهه الكارثه اللي تعرف انها لا تعود كارثه فعلا. يقال السؤال الكبير ونختار المواطن يطرحوه ونطرحوه احنا، اين ذهبت هذه 41 مليار؟ شو استفاد منها المنمي؟ شو استفاد منها المزارع؟ شو استفاد منها المواطن العادي؟ هذا هو دورنا. لم تذهب الى المنمين والمزارعين والمواطنين العاديين؟ واهل السؤال لين نوجهه للمواطنين، واحنا نعرف انه ما وصلهم به، لانه الغالبيه العظمى من المنمين اللي قادين يتحركوا بامكانياتهم الخاصه، اراهم اما قاسوا مالي وإما قاسوا الدول المجاورة، والله شراوا هم بإمكانياتهم الخاصة سواء عن طريق الدين سواء عن طريق أي طرق كاملة من أجل أنهم يواجهوا هذه الوضعية الصعبة. الدولة ما وقفت معهم بهنها، مناتهم على أنها لا تتواجه وتواجه ذي الكارثة اللي هي بما يجب أن تواجه به، ورصدوا لها الإمكانيات. وعلى مستوى الداخل أراه هو المواطن المشاهد يتابعني ويعرف عنهم، وقفوا اولا داروا ذا تحت رحمه اللي قالوا حوانيت امل، اللي بالمناسبه راهي ما ثلاث خالقه تلال الم. وفي نفس الوقت الاعلان المنمي ينقال له قدم بطاقه تعريفك، لازم عندك بطاقه تعريف وتقدمها وتسجل وتنعطى لك للشهر زقيبه، والله ثنتين الفوقاني زقيبه، والله ثنتين لحد عنده 300 و400 و500 من البقاع، ايش ليه تزيد؟ هذا راه هو المشاهد يعرفه، معناها اعلن الدوله لم تواجه الكارثه اللي عايشين المواطنين بما يجب ان تواجهها. لكن انتم تقولون انكم لا تتولون تسيير البلد وان الطرف الاخر هو الذي يتولاه، الطرف الاخر حينما يقوم بخطوه يعني تنتقدونها وتقولون لم يقم بما يلزم، هو يحكم ويرى ان ما قام به هو ما يلزم، انتم خارج السلطه. احنا ذا اللي قلنا ذا هو، الى عاد ذا ما هو حق قد يقولون اللي قلتوا ما هو حق، قد يقولون احنا لا، احنا وفرنا للمنمين والمزارعين المتطلبات الضرورية وبأسعار في المتناول.
هذا اللي عاد وجهوه نعود احنا كاذبين ونعود طرحنا طرح ما هو سليم. العكس هو اللي خلق، لانهم احنا نعرف قطوا عدرت برامج مواجهه الكوارث، نذكروا برنامجين قطوا عدروا ناجحين والله قد قاعد يقولون على الاقل قريب من ناجحين، واحده 2003 في ظل نظام معاويه والسيد احمد الطايع، وذيك الساعه ما بقات نقطه البليده فيها المنمي ما اجبر المواد الضروريه لحش حيوانه في الوقت المناسب. والله خطه الفترة 2007 و2008 اللي كانت خطه متكامله، ما هي قاعد لا موجهه للمنمين وحد موجهه لكافه المواطنين، فيها انشطه مدره للداخل وفيها قروض وفيها توفير الاعلاف وتوفير المواد الغذائيه، معناها خطه متكامله وجات المواطنين في الوقت المناسب. هذه ظرف 41 مليار 2011 2012 اظن النظام قرر يستعمل معدل التدخل ولاجة في الوقت وارتصدت الامكانيات ولا اعرف من قاس. نفس الشيء هو اللي واقع هناك، هذا المواطن يعيش وحاسبي وانتم الحمد لله مطالعين. وللاخرين خطاب اخر، يعني البعض يرى بانه ولو من باب الصدفه انتم في الداخل والحزب الحاكم في الداخل وكلاكما يقوم بحمل التحسيس، البعض يقول بانه المواطن يظل متضرر بحضوركم وبحضورهم، ليس منكم من سيقدم له حلول فعلا تنهي معاناته، كلاكما ينتقد الآخر وأنا ويظل هو يعني في المعاناة. أظن على أن جولة حزب الاتحاد الأخيرة ذا اللي جاه اللي أنا سلم شبيها منهم نسبة كبيرة، عن أنهم هم الأطر والموظفين اللي كلها خايف على وظيفته وخايف على مكانته، هم اللي مشاو بهم من هون وعدروا بهم اجتماعاتهم وكانوا دائما اجتماعاتهم يعدرون في الاماكن الضيقه، والمواطنين قاع ما جاهم ولا لمسهم ولا يقدروا يواجهوهم. اللي في ذا الوقت يعرفون انهم لن يبدوا حمله الانتساب سيواجهون وضعيه صعبه، لان المواطنين مشغولين باولوياتهم والاخر. المنتدى مشى من اجل مؤازرتهم ولا كل فعلهم، نعرفوا ان الغالبيه العظمى من المنميين هي حالا خارج الاراضي الموريتانيه، إلا أن الوقوف على الأقل في ذا الوقت مع ذا البقية الباقية من الناس. وراه هو بالمناسبة اليوم مهرجان ساب ندخلكم برك، مهرجان اللي معقود في النعمة، حد شافه تابعه يعرف فعلا فم تجاوب كبير مع المنتدى من طرف المواطنين بطريقة عشوائية، وهذه ما هي لأول مرة. المهرجانات في موريتانيا دائما تكون لا كبيرة، ما كانت سواء ما كانت دائما المواطنين ولا تعبر بالضرورة المواطنين عن بالداخل يعني المواطنين التجاوب. بالداخل دائما كانوا يتعاطوا لا مع الأنظمة، يقر تجربة 9 سنوات من تسيير فاسد ومن انتظار لتحسين الوضع، المواطن بدأ يحس على أن قالوا البيضاء ما شافوا القصعه ما ترجع في عكافه، ان سنه واحده من النظام اللي هي ما هي ليتحقق المعجزات، وبداوا يصنتوا الخطاب المعارضه بشيء من 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 التأني والرويه والاستعداد للتعاطي معه ما كان هو اللي اصلا معتادين عليه. هذا واقع، هذا واقع. انتم بهذا هل تخوضون يعني حمله خفيه قبل يعني الانتخابات المرتقبه؟ طبيعه الاحزاب السياسيه دائما انها تختار خطابها تكسب له أكبر كم بيهنة، تعتبر أنه هو الخطاب الصح وعلى أنه هو اللي يجب على أنه يتم تبني، وطبيعي على أنها تم تسعى لإظهار الحق وأنها تظهر الحق أنها تعتبر أنها ستكون هي القبلة للمواطنين في أي شيء لا ينقدم عليه. على ذكر قضية الانتخابات، ظاهر لي على أنه طبيعة الأحزاب السياسية أنها دائما يالتها تعود هدفها هو المشاركة في الانتخابات، وعدم مشاركته هو حالة استثنائية، وذيك الحالة الاستثنائية لها ما يبررها، وعندها في كل مرحلة يجب للأحزاب السياسية أنها تتعاطى مع الظرفية بما يجب أن يتم التعاطي معه، والجمود في القرارات يعني عدم الحركيه وعدم عدم عدم التعاطي مع الاوضاع بما يجب ان يتم التعاطي به، نعتبر انها ظاهره سلبيه. سنعود الى محور الانتخابات لاحقا، لكن يلاحظ انه في الاونه الاخيره انتم بداتم في المعارضه تركزون على الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه اكثر من الجوانب السياسيه بعد اشهر من الحملات التي خضتم من اجل اسقاط التعديلات الدستوريه. هل تصالحتم مع هذه التعديلات وبالتالي أضحيتم تركزون على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية؟ أبدا، أنا أظن على أن خطابنا خطاب متوازن في كل مرحلة، ذاك تتطلب المرحلة احنا ولا نتنازل عن خطاب نتيجة على أنه
تم تجاوزه. احنا نعتبر والى حد الان على ان التعديلات اللادستوريه اللي حصلت وصبحت واقع على انها خلقت في جو مرفوض من طرف المواطن ومن طرف الاحزاب السياسيه وغير توافقي وله مقبول. قلناها في الوقت اللي يالتنا نقولوها فيه، وعدلنا حملتنا في الوقت اللي يالتنا نعدروها فيه، وقاطعوها المواطنين في الوقت فرضها النظام. النظام هو النظام اللي عدل الانقلاب على نظام منتخب بطريقه ديمقراطيه، وعدل انقلاب اخر عن طريق هاي التعديلات اللادستوريه، وعدلها امر واقع. احنا نرفضوها، ولكن احنا ليست لدينا الا الاليه الديمقراطيه، واحنا نتعامل مع الاليه الديمقراطيه هي التي تم بها التعديل. ابدا، يعني صناديق الاقتراع هي التي افرزت ابدا في ابدا هو هو لو انتم قاطعتم لو كان احتكم على للمقاطعه. لو كان احتكم على الاليه الديمقراطيه يعود ما يقدم على التعديلات، لانه التعديلات تم رفضها في الخطوه اللي يجعلها ما كانت تتعرض على المواطنين. رفضتها الغرفه اللي تعتبر على اول خطوه هو البرلمان بغرفتي يجيزها من اجل انها تنعرض على الاستفتاء. رفضتها في الخطوه الاولى عند البرلمان تم رفضها وتم تجاوزها كان شيء لم يكن، وتم عرضها بطريقه لا دستوريه، وهذا قالت فيه الاراء اللي قالت فيه في الوقت المناسب، وفرضها النظام بطريقته هو اللي دائما يفرض به هذه الامور لديه. ولين قضوا على المواطنين قاطعوها المواطنين ولا صوتوا لها، وعدت عمليه تزوير وفبركه من اجل اخراجها. هذا كله بشهاده الموريتانيين كاملين والسياسيين، معناها على ان احنا نعتبر على ان التعديلات انها لا دستوريه والطريقه اللي تمت بها مرفوضه وغير مقبوله وعبرنا عنها. لكنكم توقفتم عن النضال الرافض لها وتجاوزتموها، الا يؤكد لم هذا نتجاوزها. الا يؤكد هذا الراي الذي يقول بان النظام هو من يوجه بوصلتكم السياسيه من خلال مواقفه، وانتم تكتفون بردات الفعل فقط، هو من يقوم بالفعل. انا بعد هذا السؤال، هذا دائما السؤال اللي ينطرحينه، نختار تمسوى المواطن. احنا اليتنا شنو؟ احنا اما ان نكون احزاب سياسيه واليتنا اليه ديمقراطيه، والمتاح ان من النضال الديمقراطي احنا ماليين وحسب راينا. عندنا التعبير عنه في وسائل الاعلام كيف على الرغم على انها انقفلت وكمت الابواب، يقال لي تاحنا من المنابر نعبر عن النبي في المظاهرات في الندوات في الاحتجاجات. هذه هي الوسائل الديمقراطيه المتاحه. الاليات الغير ديمقراطيه اللي عاده الناس تختارنا نتقدموا لها ذيك باساليبها اخرى، ولان نحن بعد كسياسيين ولا كاحزاب سياسيه مطلوب ان احنا نعدلوا نضال غير ديمقراطي. ليس الاشكال في يعني الديمقراطيه، الكل لا يطالب بسوى الديمقراطيه، لكن ما يثير هؤلاء الذين يطرحون هذه التساؤلات هو أن ما تقومون به وردات فعل، لا يشاهدون أفعالا بقدر ما يشاهدون ردات فعل على أفعال من طرف النظام، وباتوا يقولون بأنه هو من يوجه بوصلتكم. هذا الرأي لا أتفق معه، على الرغم على أن النظام هو اللي حاكم بزمام الأمور ويعدل تصرفات تتطلب منا ردات فعل، ولكن نحن في نفس الوقت عندنا نقض بزمام المبادره. احنا التعديلات الدستوريه التعديلات اللادستوريه اللي تمت، احنا قبضنا زمام المبادره فيها، وعدلنا فيها حملات واضحه، وعدلنا فيها احتجاجات واضحه، وجابت نتيجتها، لان ذيك الحمله الاعلاميه اللي عدلنا يبدو انها اثرت في الراي داخل الغرفه، وهي اللي رفضت هذه التعديلات. ويبدو لنا مولي خطابنا اثر في المواطن به مرفض وقاطع الانتخابات وقاطع الزر، معناها على هذا هو دورنا. وابدا لم ما ارى على ان المعارضه انها كانت دائما في مواجهه، دورها هو دور رده الفعل. فيما يتعلق بالجانب الاخر، قلت اهتمامكم اصبح بالجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي احنا يظهر لنا على كل ما كانت هنالك قضيه تتطلب منا على ان نوقف ونعبر عن راي فيها، معاناه يعانيها المواطن سواء على المستوى السياسي كيف ما كنا نتكلم عنه في التعديلات اللادستوريه، سواء على المستوى الاجتماعي، معاناه المواطنين في الامن وفي الاسعار وفي الجفاف الى غيره، هذا كامل كنا في الوقت المناسب وبالطريقه المناسبه والمتاحه المتاحه لنا كنا دائما نملاه ذا الفراغ اللي مطلوب. لكن اليس هو يعني هروب من الجانب السياسي الذي لم توفقوا فيه من خلال يعني الشعارات التي رفعتم بشان اسقاط التعديلات الدستوريه؟ نحن اسقطنا يعني التعديلات الدستوريه، ما تعتبرونها معاناه للمواطنين ظلت قائمه، يعني على مدار الزمن لم تقولون بان يعني وضعيه المواطن تحسنت، وبالتالي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه التي تقولون بانها صعبه كانت صعبة، لم يجد جديد احنا بشأنها. ما أبدا في يوم من الأيام سكتنا عن معاناة المواطنين. دائما احنا نحمل عندنا حمل ثقيل، أننا نحمل معاناة سياسية ومعاناة
اجتماعية ودائما نعبر عنها في الوقت المناسب. ما قطعنا أبدا الكفة ما هي موازنة، هل نهتم بالجانب السياسي ونترك الجانب الاجتماعي ونهتم بالجانب الاجتماعي؟ هي 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 معاناة كبيرة ومتشعبة وذات أبعاد، وإحنا دائما نعبر عنها في الوقت المناسب، ولكن الأولوية حسب كل مرحلة تفرز لك المرحلة أولوية تعود تفرض راسها عليك بالقوة، أنك تعود هي الحاضرة في الخطاب بأنها هي الحاضرة في الذهن وهي الفارضة راسها. يقر ما قطعنا أبدا في واحد في أي نتخرص خرجاتنا كاملة، ما قطعنا نقص جانب على حساب جانب، كانت دائما الاهتمامات كلها السياسية والاجتماعية حاضرة عند في خطابنا وحاضرة في نضالنا وحاضرة في عملنا، وهذا هو اللي متاح. والآن تجمعون بينها تهيئة للانتخابات دائما القادرة. احنا دائما نجمع بها. انا قلت لك انا ما غريب عندي ان تقول كان اهتمامنا في كذا في التعديلات الدستورية كان العنوان الابرز هو نتيجة ان المرحلة كانت مرحلة سياسية بامتياز، كانت مرحلة سياسية بامتياز، وفي ذيك المرحلة انت تتابع. لكن من يحدد يعني ان المرحلة تكون سياسية بامتياز او ليست كذلك؟ ان كان النظام هو المحدد فهذا يؤكد فرضية انه هو من يحدد، يعني من يوجه بوصلتكم. إحنا ان كان انتم من تأخذون المبادرة فينبغي يعني ان تبقوا متمسكين النظام يقود البلد كله، ويمكن انه يحدد البوصلة حسب اهتماماته، هو يعدل الانقلابات، هو يعدل الفعل اللي يسيء الى المواطن، هذا هو فعله هو، وهذا يجب ان احنا نكون له بالمرصاد في الوقت المناسب. معناها اني ما نحيد عنه مسؤوليته على انه يلعب دور من اجل انه يلفت الانتباه شر جانب عن جانب، يلعب ذاك الدور، ولكن كل مره احنا كان لين يحاول انه يلفتنا عن جوانب الاخرى، انه كان خطابنا دائما متوازن على الرقم من تعود الاولويه المرحله، الخطاب في مرحله معينه، ولكن دائما انت تتبع خطابنا عندنا ما كنا نقصر في الجوانب الاخرى وتم حاضره في ذلك. اذا مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد حول جولة المنتدى الوطني الديمقراطية والوحدة في بعض مدن الشرق الموريتاني مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة بنت خطري نائب رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة. أهلا وسهلا. إذن الجولة الآن تأتي في سياق يعني استعداد البلاد لتنظيم انتخابات برلمانية بلدية وجهوية وفي العام 2019 انتخابات رئاسية، أين المنتدى من ملف الانتخابات؟ أنا في بداية الجزء الأول قلت لك على أن دور الأحزاب السياسية هو الاستعداد والتهيئة لإحداث تناوب سلمي على السلطة والحضور على المسرح السياسي وإحداث التغيير عن طريق صناديق الاقتراع، هذا مبدئيا هو اللي مفترض على الأحزاب السياسية تعود تشتغل من أجله. وأعلن قرار المقاطعات الانتخابات على أنه قرار اضطراري وتكتيكي، معناها بهدف الضغط من أجل إحداث فرض ظروف ملائمة للانتخابات. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مع شركاء في المعارضة بشكل عام شكل لجنة لدراسة الوضعية السياسية اللي مقدمين عليها، وبأي طريقة يمكن أن نفرض
قواعد لعبه تسمح للاحزاب المعارضه بالمشاركه السياسيه في الانتخابات والاستحقاقات القادمه. لا نقبل ولن نقبل ان تكون هذه الانتخابات يتم اقرارها وتنظيمها واعدادها من طرف واحد، لان هذا مرفوض وغير مقبول. وذي اللجنه اللي شكلنا عاكفه على اعطاء تصور عن الطريقه اللي قدرنا نفرضوا بها اليه انتخابات شفافه. والافضل والاحسن والمرغوب فيه واللي نفضله انها تعود بطريقه توافقيه بين الاطراف كلها، تتوافق على اعداد الانتخابات واليتها والطريقه والجو اللي لاهيته. طيب خطوه الحسم في المشاركه والمقاطعه هل تحددت بالنسبة لكم؟ أبدا، أنا قلت لك أن بشكل اللجنة وعاكف على ذلك، ظاهر في الأيام القريبة القادمة ذي اللجنة دور تنهي عملها، يبدو أنها متقدمة فيه، ودور تعطي ولين توفي عملها دور يعرض على شركائنا كاملين في المنتدى وفي خارج المنتدى ويخرج ساعة الموقف النهائي. وخيار المقاطعة يظل مطروحا بالنسبة لكم؟ نحن نختار دائما نديره في الأمام، أن نختار ونشوف الظروف للمشاركة، نختار ونفرض ظروف المشاركة إياك تعود الوضعية طبيعية. في حال تستحال ذاك سيكون لنا الموقف اللي تطلبه الظرفية. لكن كيف ذلك؟ هل عبر حوار جديد أم ماذا؟ يعني هل اتضحت بعض ملامح الآلية التي تجعلكم أو تجعل بإمكانكم المشاركة في الانتخابات؟ هي بسيطة، الآلية بسيطة، هو أعلن يفهم النظام على أنه ما مقبول أنه هو يحدد آلية اللعبة وطريقتها لمفرده ويفرض الأطراف الأخرى على أنها تشارك معه. وأنا نعتبر على أن اللي خرج شفتوا مداول في وسائل الإعلام على الناس المحاورة مع النظام ذاته حد وتاريخ، هذا ما هو مقبول ولا هو منطقي، وأننا نعتبره طرف واحد ولا مقبول على أن الطرف يحدد إجراء الانتخابات بغياب الغالبية العظمى من القوى المعارضة اللي خارج الحوار واللي موجودة في الساحة السياسية واللي ما يقدر يتم إقصائها ولا تجاهلها إلى قبل استراتيجية في مرحلة بالمقاطعة، في مراحل أخرى تعود المرحلة تطلب شيء ثاني. وذاك الشيء ما قد نقول لك معالم وشني قال بعد نعرف على أن عاكشي على أن دوام إقصاء ذي القوة اللي هي بذي الطريقة أنه ما هو مقبول، وعلى أن ندرسه والمعارضة صبحت قاعدة لكن متسعة. ألم تقصي هذه الجهة نفسها؟ هذا جزء من مسار يعني متواصل، هو نتاج حوار سياسي أنتم لم تشاركوا فيه بالنسبة للمنتدى، لجنة يعني متابعة نتائج الحوار هي جزء من الحوار وهي اقترحت فقط يعني فترة على الحكومة أن تحددها، أنتم لم تشاركوا في هذا الحوار وهذه معطيات مخرجاته وأنتم لم تشاركوا، كيف يمكن هذا لا يرجعنا على أن الحوار اللي خلق الأخير واللي نتاج له أنه ما كان حوار، وذا يعرفون هم يعرفوا على أنه رواية فرضت عليهم فرضا والبعض يقبل لأنه ينفرض له ويقبلها، وإن كان ما هو أنتم كانوا عندكم ضيوف من الأحزاب المعارضة المحاورة واعترفوا على أن ذا اللي تم الاتفاق عليه لأنه لم يتم احترامه في كثير من الجوانب اللي تم الاتفاق عليها. يقر المنتدى ما قط أبدا، ولا هذه المعارضة الأخرى رفضت مبدأ الحوار أبدا. احنا نعرف عن الحوار هو الآلية الديمقراطية المدنية اللي مقبولة واللي تقدر توصل الشعوب والدول انها تخرج مخرج آمن من وضعيات اللي هي. انتم بهذا تدعون الى حوار جديد اللي لن نقبله ولا لهنا قبله ولا يقدر يمشعينا ان تعدل بين لعبة سياسية وان قالنا تفضل انتم محاور. احنا ندور مخرجات سواء صيغتها شنو الحوار قاعدة الناس حقيقة كلمة حوار عادة الناس وفرغت من معناها الحقيقي. يعني عاد حد يقول حوار معناها ذا الكرنفال اللي يعدل في قصر المؤتمرات وش من ذيك الروايات اللي تعدل او معناها التقدم بالشروط يرفضها الطرف احنا الاساسي عندنا على ان اللعبه الديمقراطيه يتم الاتفاق على الطريقه اللي نقدروا نجروا بها انتخابات مطمئنه للاطراف كامله تشارك فيها بطريقه مطمئنه وتحيد فيها الاداره واستخدام الإدارة ووسائل الدولة والضغوط على الموظفين وعلى الناس إياك تعود الناس متساوية الحظوظ تقريبا، وراه هو اللي عاقب ذلك تسحهم الساحة أهلا له، معناها أن الشعب أنتم اختار. بهذا هل تدعون إلى حوار جديد والخروج بمخرجات جديدة تكونون جزءا منها وبناء عليها يتم تحديد
يعني انتخابات جديدة وغير ذلك؟ احنا ما قد طبدنا رفضنا الحوار، يقين الدعوة للحوار من طرف واحد اعتبرنا على انها دائما نقولوها نعودوا كيف في مدى تتكلم في جو فارق، احنا ما قد رفضنا الحوار والدعوة لو نقعد ما فهم تجاوب من عند الأطراف الأخرى نعتبرها نوع من الإلحاحية والله الضعف، واحنا ندوروا تعود هذا وعي عند النظام هو بنفسه يوعى على انه عنده مصلحة، الرئيس منتهية ولايته والبلد قايس مرحلة جديدة ما قطعاش أبدا لأول مرة بقوة القانون وبقوة الواقع تفرض لا لا أمام رئيس لا يمشي 2019 اللي أمامنا حالا وسنة 2018 و 2019 سنوات انتخابية بامتياز، وهذا حقيقة مدة ما وعات ضرورة لأنها تجمع القوة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاقية بكاهلها على 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 البلد، هذا ما يوعاه النظام ويفهم أنه عنده مصلحة فين الأطراف كلها تجتمع وتتفق على آلية خروج من بهذه الطريقة السلسة نعتبره على أنه ضيع البلد وداره في دوامة يتحمل هو مسؤولية ما سيجري في هذا. لكن هو أكد في آخر يعني مقابلة له بأنه لن ينهي مأموريته في الحوارات و في المقاطعة والمشاركة وغير ذلك، أنتم الآن بدتم يعني تدعون إلى توافق وكأنكم تريدون المشاركة في الانتخابات لكن من بوابة عقد حوار جديد تكونون جزءا منه عكس الحوار السابق الذي لم تشاركوا فيه. من باب بوابة توفير الظروف المطمئنة للمشاركة السياسية، هذه البوابة ما قد سياسي يعود لها يخوض حتى الأحزاب اللي قايلة هي على أنها موالاة، هي من نفسها تعاني من عدم شفافية ومن تدخل الدولة ومن تدخل المال، هذا وين يعودوا يصارحوا تجبر على انهم هم من انفاسهم عندهم المعاناة الحقيقية. المساحة اللي ما مستعد حزب الاتحاد انه يخليها هذا في اطار اتفاقات بيناتهم هم، المساحة ما مستعد حتى ولو كانوا عندهم اغلبية فيها وقادرين يخوضوا فيها وهو ذيك المساحة ما يخليها لهم، احنا ندوروا توفير ساحة وجو يسمح للأطراف كاملة منها تشارك، هذا هو المخرج الآمن وهو اللي نسعى له ولين ما يخلق، معناها أن النظام يتحمل المسؤولية فيما ستؤول الأحوال في هذا البلد، لأن لن يقبل السياسيون ولن يقبل الموريتانيون أنهم تموا دائما مختطفين وأنهم تم يلتعب عليهم وأنهم تم تعدل بهم الانتخابات اللي مزورة مبدئيا ومعروفة نتائجها محسمة مسبقا، هذا الناس ما تتحمل ولا يتقبلوا وخاصة في ذا المنعرج اللي نعتبره على أنه يا الله السياسيين يلعبوا فيها أدوارهم بشكل رئيس المنتدى مؤخرا أكد بأن هناك مساعي لتوسيع مجموعة الثمانية والتحالف مع أي كان هكذا يقول من أجل هزيمة النظام، ألا يعني هذا أنكم يعني تجاوزتم مرحلة التشكيك في عدم المشاركة؟ أنا الكلمة نبقيك توزن الكلمة اللي قلت، أنا قلت لك أننا نسعى بكل الجهود من أجل توفير الجو لانتخابات يشارك فيها الكل ويطمئنها الكل، هذه عندها ياسر من الآلية، احنا مبدئيا ما نقدر نقول لنا مرتاحين للمقاطعة بين السياسي اللي يعود خارج اللعبة السياسية ولا هو قاعد يلعب فيها، معناها على أنه حكم على نفسه بالموت، احنا نعدلوا تكتيكيا نضغطوا من أجل توفير ظروف ويا الله يعود الطرف الآخر يتجاوب معه، إلين نشوفوا الإصرار في ذا سيكون التعامل بأساليب أخرى، وذيك الأساليب ما نقدر نقولها ذاك وبهنها ما فات الحق عليها شيء والوقت مزاء يقر بعد لن نقبل دائما بالإقصاء، وموسعين قاعدة التشاور بالنسبة للمعارضة، والمعارضة اللي متابع المشهد السياسي يتأكد على أنها أصبحت قاعدتها متسعة سواء الصف الأحزاب التقليدية اللي موجودة في المعارضة سواء من الفاعلين السياسيين اللي ما كانوا يمارسوا السياسة. هل تسعون يعني وقتنا انتهى هل تسعون للمشاركة بمرشح موحد؟ كل الاحتمالات مطروحة، كل الاحتمالات مطروحة، أنا قلت لك على أننا شكلنا لجنة، ذيك اللجنة بس مطلوب منها ولعت شفتم واللي كثير من المقابلات اللي عدلوا بعض قادة المعارضة، على أن المعارضة عندها أسلوب جديد عنها مستعد لأنها إلى عادة لها تشارك تخوض الانتخابات الرئاسية من أجل تنجح فيها ولو بمرشح من خارج المعارضة من نفسها التقليدية، معناها على أنها شكل من الانفتاح على الساحة السياسية اللي احنا نعتبر على أنها انفتحت أيضا على المعارضة وعلى المعارضة مستعدة تنفتح لها، يقول لن نقبل بالفرض بالشخص المفروض ولن نقبل بالشخص اللي انقال بكلام الحسانية البو اللي يهيئ ويدخل،
هذا لن نقبله. هو دور العدل بالمرصاد وعانى ملياس من القوة السياسية اللي تكون ستكون له بالمرصاد. يقال انفتاح المعارضة بذا الأسلوب الجديد هذا عنده دلالات وعنده معنى ومؤشرات أيضا. كل الاحتمالات إذن قائمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفتنا الأستاذة فاطمة بنت خطري نائب رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الوزيرة السابقة والقيادية بحزب عدل. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. لأن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا. السلام عليكم.